خير لكم جميعا وكل عام وأنتم وأهلنا في كل بقاع الأرض بخير وسلام. مع تمنياتي أن تكون أيامنا كلها أعياد وأفراح وأعمال خير تعود على كل أفراد المجتمع، وأملي أن نتذكر دائما أن علينا التواصل والتكاتف من أجل النهضة بمجتمعنا، وأن لا يقتصر اهتمامنا بالمحتاج والمقهور إلى أيام العشر الفضيلة، بل يمتد إلى أيام السنة كلها. هذا الحفل هو مجهود جماعي للشباب والصبايا من كل القرى الدرزية في البلاد، فنحن الشباب نرفض أن نكون محيدين عن مجريات الأمور في مجتمعنا، فالقيادات الحالية في مجتمعنا للأسف لا تعتبرنا قوة، ولا تشركنا في اتخاذ القرارات، ولا تسمع صوتنا أو أوجاعنا، وتستهين بقدراتنا على تحريك الأمور وتغييرها. من هذا المنطلق ومن منطلق انتماؤنا لمجتمعنا ووعينا بأوضاعه وأوجاعه وإيماننا بأن المجتمعات تتقدم من خلال الأجيال الشابة ومن خلال تكاتف القوى وعدم إقصاء أي مجموعة كالشباب والنساء، من هذا المنطلق بادرت لإقامة المنتدى الدولي للشباب الدروز، ثم انضمت إلي الأخت هبة زاهر، ومعا بادرنا بالتواصل مع شباب من كل القرى الدرزية في الجليل والكرمل، وأقمنا في كل قرية نواة كبيرة. قد وصل عدد أفراد المنتدى اليوم إلى 140 شاب وصبية ناشطين خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر. هدفنا هو أن نخلق تواصلا بين الشباب داخل البلاد، ومن أجل تطوير مشاريع تخدم الشباب والمجتمع عامة، وطرح القضايا المهمة والضغط لإيجاد الحلول التي تحترم وجودنا في هذه البلاد وتضعنا في موقع مساواة. كذلك من أهدافنا التواصل مع شباب الدروز في المهجر وفي الدول العربية، وقد باشرنا في اتصالات مع دروز فرنسا وفنلندا. إن هذا الحفل هو المبادرة الأولى فيه نعلن عن وجودنا، وقد اخترنا العيد وأيام العشر الفضيلة ليكون فاتحة خير علينا وعليكم، ونجاحي بكم بفضل ربي ومن بعد دعاء أمي وأبي وأخوتي. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، السيد أبو يوسف رفيق حلبي لاستضافته برحب الصدر،
السيد أكرم حسون، السيد زيدان العطشي، السيد صفاء فرحات، السيد ويان إبراهيم، أمير عطالله، السيد جهاد قبلان، استوديو الأمل، غادي زاهر، فواز تلحمي، أمين حمادي، منال زيدان، زيدان رفاع. وأكبر شكر أكيد لهلا وهب، وهبة زاهر، اللي من شهر ستة تقريبا لنا أربعة أشهر يوم يوم عند هلا في البيت مع تيمور وميرال عشان يقوم هذا الحفل. وأكيد الشكر الكبير للشباب والصبايا. الشكر والصبايا للشباب والصبايا على المجهود، عن جد شكرا كثير كثير إلكم. واحنا راح نكون ايد وحدي عشان نقدر نعمل اشي جديد، وهذا اول مشروع لنا والقادم اكبر. شكرا كثير لكم، وكل عام وانتم بخير، والله يهدي البال. بشرفني ادعي السيد عامر حساسي لالقاء كلمته. فارس بفتكر شكر مين لازم يشكر. أنا بشكركم أنتوا على حضوركم لهذا المكان. طبعا إحنا كان في لنا توجه آخر كام يوم يعني من الشباب، وبما أنه في هون عمل تطوعي كبير من قبلهم، عملنا كل المجهود على أساس المشروع اللي قاموا فيه يتنفذ، والحمد لله إحنا شايفين أنه كان مشروع حلو، يوم جميل جدا بالنسبة للمشاركين، فعاليات جميلة برضو. كان لنا خوف طبعا، وكان ممكن يكون اكثر حضور، ولكن فضلنا يكون الحضور قديش اقل ممكن، لانه المكان هون مش واسع كفايه. دارة الكرمل في العامين الاخيرين طبعا قامت كما يعرف الجميع في فعاليات تربويه وثقافيه ورياضيه لم يسبق لها مثيل في تاريخ دارة الكرمل، وافتكر كمان في تاريخ القرى الدرزيه جميعها. احنا راح طبعا بقيادة وبمساندة وبقرار رئيس المجلس المحلي السيد أبو يوسف رفيق نستمر في هذه الفعاليات كمان في العام القادم. احنا مستعدين نحضن كل من يحب أو يقوم بأعمال تطوعية في هذه المجالات، لأنه الطائفة طائفتنا وبلدنا وبلادنا بحاجة أكثر وأكثر للتطوع لعطاء من أجل المجتمع، لأنه مجتمع اللي ما فيه عطاء وما فيه تطوع بفتكرش بيقدر يتقدم وبيقدر يدخل العالم المديرني أو المتحضر اللي موجود اليوم. بعد مرة احنا هون في طبعا ساحة المركز الجماهيري، الأخ مثقال رافق العمل هون من كم يوم يعني، وبقول لك مثقال انه فعلا كان يوم حلو كثير. احنا بنشكر طبعا الطاقم اللي عمل معك هون في مركز الثقافي، وبعد مرة بشكركم جميعا، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله بنلتقي بعد أكثر وأكثر في فعاليات من هذا النوع في دارة الكرمل. أهلا وسهلا.